أهلا بكم في جولة عبر أبرز ما تناولته الصحف الوطنية الصادرة لهذا اليوم. والبداية من يومية أخبار اليوم التي سلطت الضوء على الجدل الذي أثير حول مدى جودة الكمامات التي رخصت وزارة التجارة والصناعة بتصنيعها من طرف شركة النسيج، حيث أعلنت هذه الأخيرة عن شروط إنتاجها واستعمالها. فهذه الكمامات الواقية من فيروس كورونا ليست طبية، وهي مصنوعة من الثوب غير المنسوج وتخضع لإلزامية الامتثال للمعايير التقنية التي تحددها المواصفات المغربية، وهي مواصفات وضعتها الوزارة بشراكة مع الفاعلين في القطاع. من جانبها اهتمت صحيفة المساء بموضوع تفاوض وزراء العثماني المالية حول الميزانيات التقشفية، ففي ظل القرار الحكومي القاضي بتعليق الاعتمادات غير الضرورية المدرجة في إطار نفقات التسيير والاستثمار، بدأت مختلف القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية في إعداد لائحة بالاعتمادات التي ستكون في حاجة إليها خلال المرحلة المقبلة، وذلك استعدادا للاجتماعات التي ستتم مع مصالح وزارة الاقتصاد والمالية تنفيذا لمنشور رئيس الحكومة. وكشفت مصادر الجريدة أن الهدف من هذه الاجتماعات التي ستعقد مع كل قطاع حكومي على حدة هو الحسم في طبيعة الاعتمادات التي ستمنح لكل قطاع، وذلك في سياق يتسم بتوجيه المجهود المالي للدولة لمواجهة انتشار فيروس كورونا. دائما في المواضيع المتعلقة بالجائحة، حيث أشاد حسب جريدة الصحراء المغربية البرلمان الإفريقي بمبادرة جلالة الملك لمواجهة وباء كورونا في أفريقيا. هذا الأخير الذي يتخذ من جنوب أفريقيا مقر له نوه بمبادرة صاحب الجلالة الملك محمد السادس الرامية إلى مواجهة وباء كورونا في القارة الأفريقية. وقال في بيان إنه يود الإشادة بصاحب الجلالة الملك محمد السادس على مبادرته الرامية إلى تقاسم المعرفة والتكنولوجيا مع بقية دول القارة. وأشارت المؤسسة التشريعية التابعة للاتحاد الإفريقي إلى أن الدول الإفريقية على غرار الدول الأخرى في العالم معبأة لمواجهة هذه الأزمة الصحية غير المسبوقة. من جهتها ذكرت يومية ماغوك لوجور بتفاعل المجموعة المهنية لبنوك المغرب مع بعض الانتقادات الموجهة للأبناك، حيث أكدت المجموعة المهنية في بلاغ لها أن القطاع البنكي المغربي قد انخرط بسرعة كبيرة في الجهود الوطنية المتعلقة بتدبير تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد على المستويات الصحية والاجتماعية والاقتصادية والمالية، مع تجديد تعبئته وحرصه الأكيد على الاستمرار في هذا النهج. ونختم جولتنا من صحيفة اليوم المغربي، حيث نقلت عن مجموعة اتصالات المغرب تعهدها بمساهمة قدرها 1.5 مليار درهم في صندوق تدبير جائحة فيروس كورونا، حيث أكدت شركة الاتصالات أنها سخرت كل مجهوداتها لتقليص تأثيرات هذه الأزمة على أنشطتها.